اشتعال الحرب الإلكترونية بين الليبيين تزامناً مع حملة حفتر على طرابلس. قانون الحق في الحصول على المعلومة في المغرب، هل هو فعلاً مكسب حقوقي؟ منافسة كبيرة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وحملة لدعم فيرجيل فان دايك. اليوم مع فدوى الجلال وتيماء الخطيب. ونبدأ مشاهدين الحلقة من ليبيا التي عادت أخبارها إلى الواجهة وأقلقت المجتمع الدولي بعد عملية الجنرال خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس. تصعيد عسكري تزامن مع مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل يوحد مؤسسات الدولة وينهي الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات. وفي بيان له دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوات خليفة حفتر إلى وقف عملياتها العسكرية ضد العاصمة الليبية فورا والعودة إلى مواقعها السابقة، مؤكدا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتوحيد البلاد وتوفير خطة للأمن والازدهار والاستقرار للليبيين. قبل أيام من إعلان الأمم المتحدة عن مؤتمر وطني جامع دعيت إليه مختلف الأطراف الليبية من أجل وضع خارطة طريق جديدة لإخراج البلاد من الفوضى، نفذت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر هجوماً بهدف السيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. ليبيا التي مزقها الخلاف بين القوات الموالية لقائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني الحائز على الشرعية الدولية برئاسة فائز السراج، ربما أصبحت على خطوات من حرب أهلية. فمنذ الخميس الماضي والبلد تعيش بين شد وجذب بين القوتين المتناحرتين. مجلس الأمن كان قد عقد جلسة مغلقة طارئة حول ليبيا بطلب من بريطانيا، دعا في ختامها قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كل التحركات العسكرية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء النشاط العسكري بالقرب من طرابلس والذي يهدد الاستقرار الليبي وأفاق وساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة. ردود أفعال دولية متصاعدة ومتوالية من المجتمع الدولي تسعى إلى إيقاف هذا التصعيد. المعارك الدائرة منذ الخميس تقسم ليبيا إلى فريقين، واحد منهما يدعم حفتر في الشرق وفريق آخر في طرابلس والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دولياً. طرابلس نبوها آمنة، نبو معاش نبو حرب، نبو كل ما يقرب رمضان يجوا يفتحونا موضوع حرب. قصدي خلاص انت يا اخي بالقاسم خليفة حفتر، قصدي اقعد في بنغازي، انت قائد الاعلى للجيش غادي في المنطقة الشرقية، قصدي خلينا احنا قصدي الطرابلسية نبوا نعيشوا حياتنا، قصدي عيانا من الحرب. خوف اكيد خوف، احنا من ولامس ما طلعناش، قدرناش نطلعوا بكل بالتهديدات ومن الكذا، واحد قدرناش نطلعوا، احنا عيانا من كلمة حاجة اسمها تحرير احنا. لكن كلما اشتبكت القوات المسلحة المتناحرة في المدن الليبية فإن المدنيين هم الذين يعانون أكثر من غيرهم. وإلى الحدود التونسية، حيث نقل مراسل الحرة في تونس أن أعدادا كبيرة من المواطنين الليبيين بدأت تتوافد على الأراضي التونسية عبر معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا. ومن جانب آخر عززت القوات التونسية من الحواجز الأمنية وذلك بغرض تأمين الشريط الحدودي، وذلك تحسبا من اشتداد المعارك في الجانب الليبي من الحدود. اليوم كانت حركة العبور ودخول التراب التونسي انطلاقا من معبر راس الجير الرابط بين تونس وليبيا تعد متسارعة ربما قياسا إلى الساعات والأيام الماضية، تزامنا مع اشتداد وديرة المواجهات داخل التراب الليبي. هناك عدد كبير من العربات التي تحمل أسر ليبية وكذلك عمل أجانب داخل التراب الليبي خرج ربما هربا من وتيرة المواجهات التي تدور في محيط العاصمة طرابلس. ربما ما زاد في وتيرة التدفق على معبر راس الجير الحدودي هو أن الواجهة الجنوبية للعاصمة طرابلس تعد الوحيدة تقريبا الآمنة الآن، المخرج الوحيد الآمن من العاصمة طرابلس، نظرا إلى أن الواجهة الشرقية للعاصمة تشهد وفقا لشهادات استقيل
رأيناها تشهد مواجهات حامية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وبين قوات حكومة الشرق وقوات المشير خليفة حفتر. طبعا القوات الأمنية والعسكرية التونسية أقامت كثيرا من الحواجز على مدار أو على مسير الطريق الرابط بين تونس وليبيا. هناك حضور أمني وعسكري كثيف. لاحظنا كذلك وجود آليات عسكرية ثقيلة في المنطقة العسكرية العازلة بين كل من تونس وليبيا. كل ذلك لتأمين الشريط الحدودي. ربما تحمل الساعات القادمة تطورات جديدة، خاصة وأن الجانب التونسي يتخوف من احتمال اشتداد المعارك خاصة على الجانب الليبي من المعبر الذي تسيطر عليه إلى حد الآن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني. وإذا ما وقع مهاجمتها من قبل القوات الموالية لحكومة الشرق الليبي فأن الجانب التونسي سوف يتحمل تداعيات ذلك، ولذلك هناك حالة من التوجس والترقب لما ستحمله الساعات القادمة. رغم الهدنة التي طلبتها البعثة الأممية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين المتصارعين لوقف النزاع خلال الساعات القادمة. كعادة الحروب، المدنيون هم أكبر ضحايا الصراع المسلح، لا سيما الأطباء والمسعفون. ولعل أول هؤلاء كان الدكتور أيمن الهرامة الذي قتل أثناء عمله داخل سيارة الإسعاف بمنطقة الاشتباكات. الدكتور أيمن كان من أبرز الأطباء الميدانيين الذين تطوعوا في المستشفى الميداني خلال الحرب ضد داعش في مدينة سرت، وشارك أيضا في إسعاف الجرحى خلال أحداث 2011. ورغم بشاعة هذا الحادث إلا أن مركز الطب الميداني أعلن أنه مستمر في أداء مهامه الإنسانية، ومن جهته ناشد جهاز الإسعاف والطوارئ كافة الأطراف لإعلان الهدنة ووقف إطلاق النار لفتح ممرات آمنة لإخلاء العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات. وللوقوف على أحوال المصابين ونداءات الاستغاثة والعائلات العالقة، معنا دكتور مالك مرصيد الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى. صباح الخير دكتور. يعني أولا نترحم على زميلكم الدكتور أيمن، ولو تطلعنا في صورة الوضع الإنساني في محيط العاصمة، وهل فعلا هناك من يستهدف سيارات الإسعاف؟ بداية أسعد الله صباحك سيدة كريمة وصباح جميع المشاهدين الكرام. نترحم على زميلنا أيمن الهرمة وجميع الضحايا هذه الاشتباكات والذين قدموا حياتهم من أجل العمل الإنساني. بالنسبة للوضع الإنساني فيعتبر يعني صعب نتيجة اشتداد الاشتباكات المسلحة في ضواحي مدينة طرابلس أو تحديدا جنوب مدينة طرابلس. جميع فرق الإسعاف والمنظمات سواء كانت الخيرية الحكومية أو الغير حكومية تواجه مهمة صعبة في التعامل في مثل هذه الأزمات وتقديم خدماتها الإنسانية وإسعاف الجرحى نتيجة لعدم توفير ممرات آمنة لدخول سيارات الإسعاف أو حتى لإخراج العائلات العالقة داخل مناطق الاشتباكات المسلحة رغم النداءات التي وجهت لها. دكتور مالك، ما هو الجديد بالنسبة للعائلات العالقة وسط مناطق الاشتباكات؟ هل استطعتم من إنقاذ العائلات التي تستغيث بكم؟ وصلتنا عدة نداءات استغاثة من عدة مناطق تشهد الاشتباكات المسلحة. تمكنا بالفعل من إخراج بعض العائلات، لكن هناك بعض العائلات لازالت عالقة إلى هذه اللحظة. نحاول توفير ممرات آمنة لخروجها. نتمنى تفهم الوضع أن هنالك عائلات وأن يحترموا أطراف النزاع والقتال الفرق والإسعافية والإنسانية لكي تؤدي مهامها في إخراج العائلات والأبرياء من هذه المناطق التي تشتد وتهدم فيها الاشتباكات المسلحة. طب يعني ما هي آخر الأرقام لديكم فيما يتعلق بعدد القتلى والمصابين أيضا؟
بالنسبه اعيد كورن، بالنسبه لاجلاء العائلات بالامس تم اجلاء 6 عائلات من قبل مركز الطب والدعم الميداني. انا حاليا امثل مركز الطب والدعم الميداني، الطب الميداني والدعم عفوا. هنالك 62 جريحا فقط يوم الامس، اضافه الى 6 قتلى او ضحايا لهذه الاشتباكات. وما هو مجموع الضحايا منذ بدء الاشتباكات يعني من الطرفين لو عندك احصائيه؟ والإحصائية كنا قد نشرنا انفوجرافيك عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك اللي هو مركز الطب الميداني والدعم. لا أتذكر يعني الإحصائية إجمالي الإحصائية، لكن لدي إحصائية الأمس وقد يعني أخبرتكم بها وهي 62 جريح و6 قتلى. طب يعني كيف يتم توزيع نقاط الإسعاف في أماكن الاشتباك، وأيضا ماذا ينقص في نقاط الإسعاف والمستشفيات الميدانية في طرابلس، وأيضا هل عدد الأطباء هناك كافي؟ لله الحمد لدينا فرق من الأطباء والمسعفين متواجدين في مناطق قريبة من مناطق الاشتباكات المسلحة. قد وزعنا عدة نقاط إسعاف قريبة من مناطق الاشتباكات، كما أقمنا عدد من المستشفيات الميدانية نستقبل فيها حالات جرحى هذه الاشتباكات من جميع الأطراف. نعمل، أود أن ننوه أننا نعمل بشكل حيادي، نحاول مساعدة الجميع على مسافة واحدة من جميع الأطراف كي تصل مساعدتنا الإنسانية للجميع. بعد أن يتم إسعافهم في هذه المستشفيات الميدانية أو نقاط الإسعاف يتم نقلهم إلى المستشفيات داخل مدينة طرابلس، المستشفيات الحكومية كانت أو العيادات الخاصة لتلقوا العلاج. يعني من هنا لا تنتهي مهمتنا، هنالك عندنا مهمة أخرى وهي متابعة حالات الجرحى لغاية شفائه. نعم، ما هي أبرز الإصابات التي وصلتكم في نقاط الإسعاف الميدانية؟ الإصابات مختلفة ما بين المتوسطة والحرجة. يعني الحمد لله لدينا فرق متخصصة ومتدربة على أعلى تدريب في مثل هذه الحالات. ليست هذه المرة فرقنا تكون متواجد فيها في أي نزاع. لدينا شاركنا يعني في الأعمال الإنسانية في أكثر من ساحة دارت فيها نزاعات مسلحة. أنوه أن يوم الأمس للأسف أيضا تعرض زميل لنا وهو طبيب إلى إصابة أثناء تأدية مهامه الإنسانية في إنقاذ أرواح الآخرين. لله الحمد هو الآن بصحة جيدة. طب يعني من خلال شاشة الحرة، بماذا تناشد أطراف الصراع في ليبيا؟ أود أن أناشد يعني جميع الأطراف أن يحترموا الشارات الإسعافية أو الأطقم الإسعافية وفي تأدية مهامها الإنسانية. نحن لسنا طرف في هذه النزاعات، ونحاول أن نكون ضحية أو نكون مسعف منا ضحية وهو يساعد الآخرين في إنقاذ أرواحهم. نتمنى احترام سيارات الإسعاف، المجمعات الطبية التي تستهدف، أيضا وقف القتال لحين خروج المدنيين من المناطق التي اشتدت فيها القتال، احترام الأرواح المدنية داخل هذه المناطق السكنية. شكرا لك على هذه المداخلة دكتور مالك مرصيد الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى، شكرا جزيلا لك. هذه الحرب لا شك في أنها عمقت من حدة الانقسام بين الليبيين، فبالتالي الوضع الميداني المتوتر انعكس على آراء الشباب الليبي على مواقع التواصل، فبين فريق يدعم حفتر وآخر مناوئ له يدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا انقسم المغردون الليبيون. ولكن الملفت أيضا هو أن هاشتاج طرابلس تضمن تغريدات من غير الليبيين المشاركين بقوة في الحرب العالمية، ما يعكس ربما موقف بعض الدول الإقليمية من الأزمة الليبية. صحيح تيمة، يعني لعل الاستقطاب هو العنوان الرئيس اليوم في ليبيا. وعلى هاشتاغ طرابلس اخترنا لكم مشاهدين بعض التغريدات. عبد الله كتب: الناس تحاول تنظم ملتقى جامع يشارك فيه الليبيين من كل الأطياف حتى مؤيدي القدافي وانتخابات نهاية السنة، لماذا حفتر هاجم طرابلس الآن؟ قولوها صراحة، الانتخابات لدستور ويحطوا حفتر حاكم عسكري
على البلاد. أما علي المؤيد لعملية حفتر فكتب: جميع دول العالم تؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، ولا توجد أي دولة تقول أنه لا يجب تجريد الميليشيات من السلاح، مؤكدا معركة تجريد الميليشيات من السلاح مستمرة. وحول مصطلح ميليشيات قال حافظ: يجب أن يتذكر الجميع أن هناك جيشين في ليبيا، واحد يتبع حكومة الوفاق والآخر يتبع حفتر في الشرق، والاثنين معهم ميليشيات. هذا الواقع مش رأي شخصي. أما هذا المغرد فكتب: الجيش في باقي الدول رئاسة أركان ووزارة الدفاع، مش قائد أوحد يفعل ما يحلو له. وباللهجة الليبية قال: لا نريد الميليشيات، لكن مش نبدلوهم بقدافي جديد. أما نينا فكتبت تغريدة تناقلها الكثير من الليبيين وقالت فيها: أرجو من الجيوش الإلكترونية من الدول الشقيقة ألا تتدخل وتؤجج الفتن بين أبناء الشعب الليبي. أنتم مستقرون تذهبون للمهرجانات والمطاعم بعد تغريداتكم، لا تنشروا الفتن بين أبناء وطننا. وفي تغريدة مؤثرة قال عمر: البعض يقول الحرب لازم يكون فيها ضحايا، ويقول العدد بسيط، وهم مش فاهمين إنه هذا الإنسان هو كل الدنيا عند أمه وأبيه وزوجته وأبنائه، مش فاهمين معنى مقتل إنسان لمجرد إنك اخترت الحرب. وأكد: الحرب لن تؤدي إلى الحل بغض النظر عن المنتصر. وللمزيد حول وضع الأهالي العاصمة الليبية معنا من طرابلس الناشطة الحقوقية أحلام بن طابون. أهلا بك وصباح الخير سيدة أحلام. يعني كيف الحياة في طرابلس منذ التصعيد العسكري يوم الخميس الماضي؟ صباح النور. طبعا أنا والله مش عارفة حتى شو بنقول للأمانة، يعني باعتباري بعد 5 سنوات كنت مهجرة ورجعت مرتين طرابلس، اتوقعت أن الوضع الأمني، مش الوضع الأمني، الوضع بشكل عام حيتحسن يكون أفضل. الحالة الحرب اللي احنا خشينا فيها الآن هذه رجعت للسيناريو بتاع 2014. الناس متخوفة بس قاعدة تقاوم تطلع، بدليل أنا طالعة بشكل هذا قدرت نجيكم الساعة 7 الصبح والطريق فاضية. أول حاجة نحب نشكر بارك الله في الناس، الدكاترة، المسعفين، كل من يحاول أن هو ينقذ روح، وفي نفس الوقت بارك الله في الناس اللي قاعدة الآن تأمن في المناطق. مش قدرت واحدة زي أحلام غير محجبة بشعرها الأصفر هو تقدر تطلع فيه في طرابلس وتجيكم الساعة 7 الصبح، مش تقدر تنقلكم الصورة. طب حدثينا أكثر عن الوضع الأمني داخل العاصمة، هل في تكثيف؟ هل في نقاط تفتيش أكثر؟ كيف هو الوضع يعني في الشارع؟ مش نكون واضحة ونكون صادقة في نقل الصورة، أنا جيت روحت طرابلس، طبعا أنا مقيمة في مصر، رجعت لطرابلس يوم 23. لما رجعت لطرابلس الوضع جدا عادي، برغم كانت في أقاويل في الشارع الليبي أن حتقوم حرب، وفي يعني كانت الصورة يعني عند الناس يقول لك لا احنا والله حاسين ان حتصير في حرب عن طريق تصريحات سياسيه عسكريه، بس كانت النقاط الامنيه عاديه جدا، يعني زي اللي شفتها في 2017، زي اللي شفتها تو لما روحت يوم 23، عادي جدا في كل في شارع في شرطه متواجده في شوارع تامن فيها، يعني حتى لما نروح الساعه 10 في الليل او الساعه 11 في الليل الوضع جدا الامني عادي. لكن لما صارت الاشتباكات انا مستغربه ان الايامات الاولى ما كانتش قوه الاشتباكات زي ما يتم وصفها في الإعلام، لكن اليومين اللي فاتوا فعلا الاشتباكات جدا عالية، الناس جدا خايفة. أمس عندي صديقة طلعت من قصر بن غشير، من منطقة القصر وما في الاشتباكات، قالت لي شيء يخوف، قالت لي لدرجة أن احنا واقفين على أرضية حاسين بقوة درجة الحرارة اللي هي راكبة في جسمه نتيجة الضرب بالهاوزر والأسلحة الثقيلة. فالموضوع صراحة في بعض المناطق جدا كارثي، لكن الموضوع داخل العاصمة يعني داخل المدينة، مثلا شارع الاستقلال، ميدان الشهداء، قرقارش، حي الأندلس، منطقة السياحية، هذه كلها مناطق عادية من الحمد لله ما صارتش فيها اشتباكات. طيب أحلام كلها صيفي عن الأطفال في ودربية، نعم، هل الأطفال يذهبون إلى المدارس والناس يذهبون إلى أشغالهم؟ الناس يذهبوا لأشغالهم عادي جدا للمناطق ما فيهاش نزاع، والمناطق اللي فيها نزاع طبيعة الحال مش حيقدروا يطلعوا يعني. وبالنسبة للأطفال واخدين إجازة، يعني أصلا الدولة وزير التعليم صرح وأعلن أن تو الفترة هذه كلها حتكون إجازة.
طيب جميع الطلبة يعني. طيب أحلام، يعني ما هو الموقف العام لأهالي العاصمة من الحرب الدائرة؟ يعني عندما تحدثت إلى الجيران إلى الأصدقاء، ما هو الموقف من هذه الحرب؟ ما فيش حد يا فدوى يب الحرب من غير نقاش، لأنك أي حد يعني بيحاول يأجج هالصراع هو أو ينادي بالحرب أكيد حيخسر خوه، أمه، بو، جارة، ولد خالته، ولد عمته، شخص عزيز عليه. فمن الطبيعي من الناس ما تبهاش الحرب، الناس رافضتها. لكن برضو التسويق، قاعدة نتكلم على قصة التسويق الإعلامي، أن كأن طرابلس تشجع في الجماعات المسلحة وأن هي تبي الجماعات المسلحة وما تبيش الجيش. ما فيش حد في ليبيا يعني متأكدة ما يبيش الجيش، الناس كلها تبي الجيش. لكن طريقة تصنيف الحرب داخل طرابلس، يعني أنت جاي من منطقة تانية وتعتدي عليا، تبيني نسكت لك؟ كده لا، حتى ليه بنحامي على عرضي، بنحامي على شرفي، بنحامي على اخواتي، بنحامي على امي، على ابوي، ما انا ما فيش حد حيسكت. فهذا لكل فعل فيه ردة فعل. احنا مستغربين، كان مفروض احنا الاسبوع الجاي نبدو في مبادرة المؤتمر الجامع، تتلاقى كل الاطراف السياسية بحيث ان هم يتناقشوا لوصول حل، ومن شهر ولا من شهر ونص بادرين يصرحوا ان لا، في والله مبادرات لصلح، لوفاق، لاتفاق، لحد الان. بعدين فجأة رقدنا ونضنا ثاني يوم لقينا حرب. شكرا. كل الناس في حالة صدمة، على أي أساس الحرب بطريقة هذه؟ على العموم فدوى بنقول لك نقطة، في الأسبوع هذا حتطلع مظاهرة لسيدات ليبيات من طرابلس، أن شعارهم أوقف الحرب، خلاص عيينا، فدينا، ملينا. شكرا لك الناشطة الحقوقية أحلام بن طابون، يعني نتمنى لك أكيد السلامة، كنت معنا من طرابلس. وبعد الفاصل، القانون المغربي يتيح حق الحصول على معلومات. وحول هذا القانون معنا من مراكش الصحفي ورئيس تحرير سياسي.com رشيد المسلم. أهلا بك سيد رشيد، ما مدى أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمغاربة، وهل فعلا يعد مكسبا للحقوقيين؟ أكيد أن قانون حق الوصول إلى المعلومة هو قانون إيجابي، وهو كان من انتظارات دستور 2011. نعلم أن قبل دستور 2011 لم يكن هناك قانون مؤثر العملية حصول المغاربة وتوصلهم بالمعلومات الكافية، خصوصا متعلقة بالإدارات العمومية والوزارات والجماعات المحلية. أكيد أن انتظارات الحقوقيين تبقى هي انتظارات كبيرة شيئا ما، ورغم ولكن بدخول هذا القانون في هذه مطلع هذه السنة لحيز التنفيذ، يبقى أمرا مهما، رغم بعض الانتقادات الموجهة من قبل الحقوقيين ومن قبل كإعلاميين، لأن هذا القانون يبقى محدودا باعتبار أن تنزيله إلى أمر الواقع سوف يطرح عدة إشكاليات، ومنها أن الوصول إلى المعلومة يتطلب أن تكون هناك إدارة مغربية قادرة على التجاوب مع انتظارات المغاربة. نعم، ولكن هناك لائحة استثناءات طويلة، هل من الممكن أن تؤثر هذه اللائحة أو تعيق تنفيذ القانون؟ بخصوص لائحة الاستثناءات، كما جاء في القانون هي هناك استثناءات مطلقة يقيدها القانون ومتعلقة بالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للمغرب والحياة الخاصة للمغاربة والكشف عن المصادر، لكن هناك استثناءات شيئا ما عليها انتقادات وقد تعرقل الوصول إلى المعلومة، وخصوصا الصحفيين والإعلاميين الذين يتطلبون أن يتوصلون بالمعلومة في أقرب وقت، وهي ما تتعلق باجتماعات المجالس الحكومية وحقوق الملكية الفكرية وما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للمغرب وتتبع مصادر قضائية أو ما يسمى بالمنافسة الحرة والمشروعة بخصوص المبادرة الخاصة. هذه استثناءات قد تعرقل شيئا ما الوصول إلى المعلومة، ولكن انتقادات أخرى هو يتطلب التدبير الزمني، كما هو معلوم أن المشروع يعطي فرصة 20 يوما لتقديم المواطن المغربي لطلبه إلى اللجنة أو إلى المؤسسة للحصول على المعلومة،
ولكن نعلم أننا أن الإدارة المغربية تعرف شيئا ما تخلفا وتراجعا في إعطاء وعدم مسايرة لتطور المعلومات والإعلامي، وهذا يطرح كثير من الجدل على مدى قدرة الإدارة المغربية في التجاوب مع الإعلاميين ومع المغاربة. ولكن سيد رشيد، الحقوقيون يتخوفون من أن تتحول هذه الاستثناءات إلى قاعدة وتصبح كل المعلومات بالتالي أسرار. إلى أي مدى هذه المخاوف منطقية؟ وكيف ممكن الفصل ما بين ما هو أمن دولة وسري وبين ما هو مصرح به للعلن؟ لا يمكن أن نصدر أحكاما عامة الآن، ولكن نتطلب أولا أن يقوم المواطن المغربي بأن تكون له ثقافة واسعة وأن تكون له جرأة في تقديم أولا طلبات إلى المؤسسات وإلى الإدارات من أجل الحصول على المعلومة. ثانيا أن القانون أو الدستور المغربي واضح في تعريفه ما معنى بالمس بالقانون بالنظام الداخلي للدولة وزعزعات كذا والشعارات المتعلقة بأمن الدولة، الأمن الداخلي والخارجي التي تبقى من اختصاص المؤسسة العسكرية أو غيرها. لكن لا يمكن أن يتحول هذا القانون إلى طابو، إلى سرية، إلى قاعة مغلقة للمعلومات. نحن كإعلاميين نواجه يوميا هذا التحدي في الوصول إلى المعلومة، ونواجه صعوبات كثيرة في تعاطي الإدارة أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية مع المعلومة التي تعتبر شأنا وطنيا وشأن على المغاربة أن حقهم في الوصول ومعرفة ما يجري من صفقات عمومية وما يجري من مشاريع قانونية متداولة وما يجري من أخبار وما يجري من وثائق حق المغاربة. لكن يجب تفعيل هذا القانون ينزل إلى الواقع وبأن يكون هناك قانونا واضحا ومن حق جميع المغاربة الوصول إلى المعلومة. شكرا لك، كنت معنا من المراكش الصحفي ورئيس تحرير سياسي .com رشيد المسلم، شكرا جزيلا لك. والآن تيمة إلى فقرتنا الرياضية، حيث أبدأ العديد من اللاعبين دعمهم لترشيح فيرجيل فان دايك لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، موضحين أنه يستحق الجائزة رغم أنها تمنح عادة للمهاجمين. ويحظى المدافع الهولندي بموسم رائع مع ليفربول، إذ يقوده بنجاح أمام منافسه مانشستر سيتي على لقب البريمير ليج، ويتمتع فان دايك بمهارات دفاعية تعد الأفضل في هذه البطولة. فيرجيل فان دايك كان قد انتقل من ساوثهامبتون في شتاء 2018، ومنذ ذلك الحين تغير مستوى الريسك كثيرا وأصبح الفريق أكثر قوة بوجوده بالخلف. فهل تصنف الجائزة جهوده ويتوج بها ويكسر هيمنة المهاجمين عليها؟ منذ تتويج جون تيري بها عام 2005 لم ينجح أي مدافع في الحصول على جائزة لاعب الموسم في إنجلترا. لا يأخذ المدافعون ولا حراس المرمى نصيبهم العادل من الجوائز في كرة القدم مثل المهاجمين وصناع اللعب، وهذا على مدار التاريخ. فالجمهور يهتم أكثر بالأهداف والفنيات أكثر من مدافع يحمي فريقه أو حارس ينقذ انفراد. لكن في الوقت الذي يقدم فيه المدافع الهولندي الصلب فيرجيل فان دايك مستويات مبهرة مع ليفربول هذا الموسم، فتلك القضية عادت لتطرح نفسها من جديد. لماذا لا يحصل المدافعون على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي؟ ومنذ تتويج جون تيري لم ينجح أي مدافع في الحصول على جائزة لاعب الموسم، حيث ذهبت للاعبي الوسط أو المهاجمين فقط. وصحيح أن ليفربول يقدم كرة قدم سريعة ومميزة، لكن يبقى فان دايك هو كلمة السر وراء تنفس الفريق وقوته وشخصيته. وبغض النظر عن من سيفوز باللقب، يبدو أن فان دايك اللاعب الأكثر قيمة لأي ناد في إنجلترا، ويستحق كل جنيه من مبلغ 75 مليون جنيه استرليني الذي دفعه له ليفربول. وينضم معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي حسن دراز. اهلا بك حسن. أهلا بكم. يعني ممكن انه دايك ينهي ظلم المدافعين بجائزه الافضل في انجلترا؟ بدون شك فان دايك عمل تاثير مهم جدا في ليفربول. اللاعب
كان قطع نقصه بدون شك في ليفربول. الفريق الموسم الماضي كان مع محمد صلاح، مع روبرتو فيربينيو، مع ساديو ماني، مع اسماء مميزه جدا في الهجوم، لكن القطعه الناقصه كانت في الدفاع. كان دايما ليفربول بيعاني في الدفاع، كان في بعض المعاناه في حراسه المرمى وتم تعويضها بأليسون، لكن اللاعب اللي فعلا صنع فارق، اللاعب اللي فعلا عمل شيء مختلف، اللي عمل حلول لكوارث كثيره جدا في الدفاع، ان فريق بيهاجم بشكل كويس، فريق بيكون مسيطر هجوميا بشكل كبير جدا، لكن الحل الوحيد اللي كان محتاجه ان اللاعب يفرق في خط الدفاع، اللاعب يكون حصن امان. مش مشكله بس انا مسجل اهداف، لكن انا بحتاج ان يكون في لاعب قائد، لاعب ليدر زي فان دايك بخبراته. والاهم من كده ان فان دايك حابب ليفربول. فان دايك رفض عرض كبير جدا من مانشستر سيتي مقابل ان هو ينتقل ليفربول، رفض التدريب مع ساوثهامبتون مقابل ان هو يستمر في وجوده في ليفربول. فبدون شك تاثير لاعب زي ده حابب الفريق، عنده امكانيات كبيره جدا، افضل مدافع في العالم مش بس في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، ويمكن وصل الفريق طبعا 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 في الشامبيونز ليج ضد بايرن ميونخ، سواء بيسجل اهداف او بيعمل مربع ممتازه جدا مع روبرت ليفاندوفسكي. التاثير الايجابي اللي بيعمله حتى مع جويل ماتب، مع باقي المدافعين الموجودين جو جوميز وغيرهم وداين لوفرين، كل هذا تاثير مميز جدا من فان دايك. طب حسن، فهمنا يعني عن الجوائز، لماذا تذهب دائما إلى المهاجمين وتتجاهل المدافعين، مع أن لولا المدافع مش هيكون فيه هجوم؟ خلينا نتكلم بصراحه، مين اللاعب الاكثر تاثير؟ اللاعب اللي دايما كل اللعيبه الصغيره بتحب تتفرج عليه، او بتشوف لقطاته، بتشوف مهاراته على يوتيوب، اللي دايما بتحس ان هي تبقى نيكست رونالدو او نيكست ميسي او نيكست محمد صلاح، دايما اللاعب المهاجم، اللاعب اللي بيحرز الاهداف، اللاعب اللي دايما بيكون على غلاف المجلات، اللي دايما يعني بتصدر الحدث بشكل عام، اللي بيكون اساسي في مساله احراز الهدف، او اللي بيرفع الكاس في النهايه. المدافع ليه تاثير بدون شك، لكن دايما احنا بشكل عام نشأنا على حب المهاجمين، حب اللعيبه البلاي ميكرز، حب اللعيبه اللي دايما بيكون ليها لمسه مميزه او ليها لمسه مؤثره. المدافع جندي مجهول، بيعمل شغل كبير جدا، لكن في الملعب او بشكل عام في الاعلام ما بيبانش بشكل كبير. طيب في اي تدخل من اي شركه راعيه لكبار اللاعبين بتتويجهم بالجائزه؟ بصي، في رسمي وفي غير رسمي. الرسمي ما فيش تدخل، لكن غير الرسمي زي في الفيفا، جوائز الفيفا وغيره من الجوائز حول العالم كله، بدون شك شركات راعيه اللي هي الشركات الملابس، الاقمصه الرياضيه، الدعايات الاخرى دايما بيكون لها تاثير، مش تاثير رئيسي في توجيه جائزه من فلان الى فلان، لا، لكن لها تاثير قوي ان هي بتدي له حظوظ اعلى، ان هي بتخليه في رانكينج اعلى، بيكون ليه حظوظ اعلى بالظبط عن باقي اللاعبين، وده دور مهم جدا محدش يقدر ينكره. طيب ماذا عن الاعلام؟ هل الاعلام له دور في ان هو يعني يحط لاعب على حساب الاخر او ينجم لاعب على حساب الاخر؟ بدون شك المباراه الاخيره ليفربول فاز فيها في الدقائق الاخيره بنتيجه 3-1، الاعلام اتكلم، قنوات الانجليزيه الشهيره زي سكاي سبورتس، بي تي سبورتس، كل القنوات دي، زائد الصفحات على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقى لها قوه كبيره جدا زي الاعلام، مساويه لي ان لم تكن اكبر حاليا، ان هي ازاي بتفرق مثلا لاعب زي محمد صلاح خلال الموسم الماضي في جائزه بوشكاش كجائزه افضل هدف، مع ان ناس كتير جدا ما كانتش متفقه ان هو افضل هدف في ظل اهداف رونالدو، في ظل اهداف جارس بيل. الاعلام والسوشيال ميديا بقى لهم دور كبير جدا، بيدفع اللعيبه، بيخليهم في مكانه كبيره جدا، بيديهم حقوق اكتر ممكن من حقوقهم او حقوق كبيره جدا بالنسبه لهم كلاعبين، وبيديهم دفعه كبيره جدا عشان يظهروا دايما في المراتب العليا. طيب مثل ما شفنا كتير بقارن فان دايك براموس، مين برايك الافضل بيناتهم؟ خلال الموسم الحالي فان دايك الافضل بدون شك، فان دايك قيادي، فان دايك عمل دور، عمل تاثير كبير جدا خلال الموسم الحالي مع ليفربول. سيرجيو راموس كمسيره كبيره جدا، الراجل باهدافه وبادائه وبالروح العاليه جدا اللي عملها في ريال مدريد وقبل كده مع اشبيليا، عمل دور كبير جدا، قيادي كبير جدا، ما اقدرش انكر ده، لكن خلال الموسم الحالي فان دايك عنده روح، عنده قياده، زيرو اخطاء عكس سيرجيو راموس اللي كان اسجل اهداف خلال الموسم الحالي، لكن عنده اخطاء كبيره جدا، خسر على اساسها ريال مدريد دوري الابطال، خسر حظوظه بشكل رسمي جدا في بطوله الكاس، في بطوله الدوري الاسباني. فكل البناء القادم في ريال مدريد مع سيرجيو راموس على الموسم المقبل، لكن فان دايك خلال الموسم الحالي مع الدوري الانجليزي، مع الشامبيونز ليج، بدون شك يستحق افضل لاعب. طيب من ثاني الى جانب فان دايك مرشح لهذه الجائزه؟ من ليفربول بدون شك محمد صلاح، لازم هيكون له دور مهم جدا، الاستمراريه اللي بيحاول يعملها، الاهداف الحاسمه اللي بيعملها في كل مباراه، مع كمان اندرو، حتى رغم انه توقف فتره عن التهديف، الموسم الماضي في لعيبه برضه خدوا فتره كبيره جدا ما سجلوش فيها اهداف، وكانوا مرشحين لجائزه افضل لاعب، مع
أندي روبرتسون الظهير الأيسر، برضو ظهير أيسر اكتشفه يورجن كلوب وبيقدم أداء ممتاز جدا ومرشح أنه يكون أفضل ظهير أيسر في العالم. نيجي مانشستر سيتي بدون شك سيرجيو أجويرو هداف لتاريخ لإسم كبير جدا، يجي معه برناردو سيلفا اللاعب البرتغالي، يجي معه كمان ديفيد سيلفا برضو اللي عمل دور مهم جدا في خط الوسط، لاعبين برضو مانشستر سيتي يستحقوا. وأعتقد مين اللي هيفوز بلقب البريمير ليج مش هيحسم مين أفضل لاعب، هو هذا السؤال، مش هيحسم مين أفضل لاعب خلال محمد صلاح الموسم الماضي ما فازش بلقب البريمير ليج. بس أنت تتوقع من اللي يفوز، مانشستر سيتي ولا ليفربول؟ الفيكتشرز والمباراة القادمة مانشستر سيتي مباراة أصعب من ليفربول، لكن صراحة أنا شايف اللقب رايح للسيتي، أنا رأيي الشخصي السيتي. رايح للسيتي. شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي حسن دراز. رح نروح لبيروت حيث تم افتتاح المهرجان الدولي للرقص المعاصر بدورته 15 بمشاركة لبنانية وعربية وأجنبية لافتة طرحت قضايا حقوق الإنسان عبر الأداء التعبيري. الرقص في مواجهة خراب مدينة حلب، بهذا العرض يفتتح عمر راجح مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر معبرا عن سخطه من الموت والدمار. كان الهدف انه نحكي عن هيدا الدمار، عن دمار هالمدينة، عن كيف ممكن نحن كفنانين نرجع وكجمهور وكناس عايشين اليوم كيف ممكن نرجع نتعامل مع ثقافة انلغت بمعنى من المعاني. أكثر من 18 راقصا وراقصة من لبنان وخارجه يطرحون على طريقتهم قضايا حقوق الإنسان. حضور متنوع التوجهات يجمع على أهمية الحاجة إلى الفن في مواجهة الأزمات. دائماً منخاف لما بنكون بأزمة سياسية أو بأزمة اقتصادية أنه ننسى الثقافة. دائماً بدنا نذكر أنه لبنان مركز ثقافي كتير مهم ولازم يبقى على الخارطة الثقافية وعلى الخارطة السياحية. حوارات بالجسد تضخ الحياة في مساحات الفن الأدائي. يجتمعون هنا كمشاركين وكحضور في مشهد يتخطى المناسبة نحو توجيه التحية لكل المقموعين والمقهورين والمحرومين وتحديدا في الشرق الأوسط. ويليام عزام، الحرة، بيروت. فنانات تشكيليات ورسامات تضم أصواتهن إلى حركة عالمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم الفن، تشكو من التمييز واللامساواة في الأجور بين الرجال والنساء مقابل ما يعرضنه من أعمال فنية. وفي دبي يأمل القائمون على مبادرة الفجوة الفنية بأن تحدث استجابة إيجابية بين الزوار والمهتمين بالفن التشكيلي عموما في دورة هذا العام من معرض فنون العالم، وهو المعرض الذي يشهد حضور 150 فنانا وفنانة. لا مساواة في عالم الفن، فأعمال الفنانات التشكيليات تباع في المزادات بأسعار أقل من النصف قياسا بأعمال الفنانين الذكور. وهنا في معرض فنون العالم بدبي تحشد عدد من الفنانات الدعم لقضيتهن. الفنانات اللاتي يتلقين أقل من الرجال بنسبة 47% من قيمة أعمالهن قررن أن يرسمن بالنسبة ذاتها في لوحات ناقصة في مبادرة أرت جاب، واقع يدفع جيهان وغيرها لرفع أصواتهن حتى تذوب الفوارق. في فجوة فنية عندنا هنا في الوطن العربي، ان دايما الناس بتيجي تبص على البرايز بتاع اللوحه ويقولوا لو عرفوا ان هي ست ممكن يحاولوا ينزلوا، لو عرفوا ان هو راجل بيشتروها على طول. العقليه لازم، الثقافه الفنيه مهمه جدا، او الناس بوجه عام لما بتيجي تشتري ولازم نقضي على الفجوه الفنيه دي، لازم تتعالج ويبقى في ثقافه فنيه عاليه جدا للناس، للمشاهد.
لوحات فنية تحمل توقيع رسامات ينتظرن اقتناء الجمهور لما يعرضن بعيدا عن التمييز على أساس جنس صاحب اللوحة الفنية، فهذه تعكس ما في داخل الفنان ولا تقدر بثمن. الفن ما عندوش ثمن، كذلك قيمة الفن في خاصيته كذلك. أنا بحد ذاتي نشوف الأعمال الخالصة اللي فيها أفكار جديدة هي الأعمال اللي تجلبني أكثر. من أجل تسليط الضوء على فجوة الأجور بين الجنسين، قمنا فقط برسم 52.4 لكل لوحة ل19 فنانة، ونحن نحاول رفع الوعي بقضية المساواة. جدول فعاليات متنوعة ب3000 عمل فني وإبداع تحت سقف فنون العالم في دبي. الهدف ان كل الناس تتمتع بالفن وان كل الناس تقدر تشتري لوحات فنيه، علشان كده الاسعار متاحه لكل الناس. غير كمان ان احنا قدمنا الفنانين الناشئين، عملنا لهم مسابقه. الفن متاح للجميع هنا في محاوله للوصول الى اكبر شريحه من الجمهور ومواكبه اذواق عشاق الفن التشكيلي. مصطفى السكحال، الحره، دبي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا إحدى المشاركات بالمعرض، الفنانة كريستل بشارة. صباح الخير كريستل. مرحبا. كريستل، يعني مثل ما شفنا هلأ بالتقرير أنه 47% هو أكيد فارق كتير كبير بين أسعار لوحات بين الفنانين والفنانات. ممكن هذا الموضوع يأثر على 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 الفنانات وتحس خاص أنه هي ما عاد عندها القدرة أنه ترسم، ما عاد عندها هذا الحماس مثل قبل، أو ممكن يؤدي فيها الموضوع لأنه هي تترك الرسم؟ هلا بالفن هو اصلا مجال صعب مقارنه بغير مجالات تا واحد يدخل مدخول منه يعتبره كفول تايم جوب. هلا اكيد هيدي ظاهره وهيدا الفرق الشاسع، يعني ما انه فرق صغير، هو بين يعني الفرق 47.6% كتير كبير بين المدخول يلي بيقدر يقوم فيه الرجل مقارنه بالفنانة المراه، فاكيد هو في اثر سلبيا وما حيكونوا يمكن يشجعهم بزياده. فاكيد اكيد انا بحس انه اكيد في كثير من الفنانات حيكون تاثيره عليهم سلبي. طيب انتم كفنانات في معرض ارت جاب قررتوا انكم ترسموا لوحه بس بالقيمه اللي يعني السعريه للوحه، نص اللوحه تقريبا. حاسة إن التوجه هذا دار أصداء عند الجمهور، التفت إليه اللي هم القائمين على المشكلة هذه؟ مزبوط، هو هيدي أرت كاب، هيدي الانطلاقة له ستاندرد شارتر اللي قايم فيها هالحملة. ونحن بلشنا بورلد أرت دبي، هي أول معرض لنا ككل الفنانات مجتمعين، حبينا نفرجي قديه قيمة اللوحة مقابلة قديه بيندفع لها، مشان هيك رسمنا 47.6% من اللوحة. طيب ولقى أصداء كتير إيجابية، وهوب بعدين حيصير بعد في معارض بزيادة وحينضموا إلينا بعد مشاركين فنانين بزيادة. طب أنت برأيك ليش ما بيتم تسعير اللوحة على أساس أنه شو جمالية اللوحة؟ ليش بيتم تسعيرها على أساس الجنس؟ مع هيدا يلي نحن عم نجرب نحكي ونوعي عليه الناس، انه طلع في فرق كتير كبير، والفن هو بتقيم على قيمته، على قيمة شو هو، مش قيمة الجندر الجنس الفنان يلي رسمه للتحفة الفنية. طب هو السبب كان انه من المجال نفسه ولا المشترين؟ هو السبب في كذا في اسباب عديده. من هي الجهه اللي تحدد؟ هي في اسباب عديده بتخلي هيدا الفرق، فبكل المجالات العمليه في فرق بين الامراه او الرجل كمدخول. فاكيد مأثر كمان حتى بالفن، مع انه واحد ما بيفكر انه بالفن لازم يكون في فرق. الفن بيتقيم على شو هو قيمته، الفنان هو بيقيم، انا برايي الفنان هو بيقيم شو شغله وشو قيمته وشو وقته وشو هو اللي بده يحط السعر المزبوط عليه، مش المشتري. ما لازم نكون تحت ضغط معين. طب أنا في عندي فكرة، تغطوا التوقيع والاسم ولما يشتروا خلص أنه يعني عن جد. نحن فخورين بشغلنا كأنا فنانة أرتست وبرسم وهيك، أنا بدي الناس يعرفوا بالأول أنه أنا شغلتها، يعني هيدا فخر لإلنا، يعني هيدا شغلنا ما فينا نخبي. للمرأة عموما صحيح. ولكن طيب الجمهور كيف ممكن يدعمكم أو كيف ممكن يغير من هذه الظاهرة؟
هلا اكيد نحن مشان هيك عاملين هي الحمله تنوعي وننشرها قد ما فينا، لانه في كثير ناس ما بيعرفوا فيها. حتى لإلي كانت شوك، يعني الفرق كثير كبير ونحن مش واعيين له ولا منتبهين. فكل ما نحكي فيه كل ما الناس تنتبه له وبيصيروا ما يميزوا. يعني طب هل هي هذا الموضوع هي ظاهره عربيه ولا اكثر من هيك؟ هول الابحاث صارت عالميه، ما انا بس عربيه، بس انه اكيد نحن ضمن نحن من العالم. طب لقيتوا استجابات؟ لقيتوا اي استجابات؟ في كثير استجابات، واوريدي يعني كل الصحف والصحافه يعني عم تتناقل الخبريه كثير، ونحن هلا عم نحكي فيها، سو عم ينحكى بالموضوع كثير، وراح يصير في بعد معارض بزياده، وفي كثير فعاليات ايجابيه، وفي كثير في اي بيز اجوا على المعرض، سو اكيد يعني عم لاقي كثير احسن. طب وناويين يكون عندكم معارض يعني خارج الوطن العربي؟ هيدا نحن نتأمل، يعني نتأمل انه نطلع يعني عالميا تتوزع تنتشر الخبريه، لانه هي اصلا الاستادي معموله برا قبل الدول العربيه. وهو فعلا في يعني فرق كبير في الاجور ما بين الجنسين في كل المجالات، واكيد يعني انعكس ايضا على الفن، لكن انتم ممكن من خلال انعكس علينا زياده بالضبط فجوه اكبر من العادي. لكن من خلال اللوحات ومن خلال الفن ممكن تكون رسالتكم اقوى. يعني مزبوط، لانه لازم يكون هذا الشيء بيعبر، يعني هو اللي احاسيسنا والاشياء اللي بنفكر فيها عم نحطهم بلوحاتنا. ممكن الموضوع يتعالج من خلال يكون في ثقافه بالفن بشكل عام للعالم. طبيعي، مش هيك ما هي هيدي توعيه وحمله عم نقوم فيها عن جد لنفرج الناس ولنسقفهم بطريقه. طب انت برايك كيف الواحد ممكن انه يحمي حقوق المراه بمجال الفن تحديدا؟ بمجال يعني هي اول شيء التوعيه مثل ما عم نحكي ونشر الخبر. وبحب انا اشجع كل الفنانات زملائي النساء يعني ما ينحطوا تحت ضغط مجتمع، يقللوا من سعر اللوحة، يحطوا يعني وقتهم وموهبتهم وهن يقدروها يعني تيقدروا يدخلوا مدخول يلي هن بيلاقوه مزبوط لقلهم. طيب كريستال، يعني انت عامه كفنانه انت فيمينست يعني نسويه، وانا ملاحظه ان من خلال رسماتك حتى المراه في كل لوحه، فانت اصلا هل ايضا المشاركات في هذا المعرض حتى هم نسويات ولا كان في من كل الاطياف؟ بهيدي الحمله في من كل انواع الارت الفنانات. انا بشغلي شوي شغلي عندي توبيك يعني سيلكسيون معين كله عن المرأة. اسم الكولكشن تبعولي هي بيوتي ان دايفرسيتي، الجمال بالتنوع، والمرأة واحدة من المواضيع اللي بشتغل كثير عليها. بحب اظهر لها يعني هي كثير متنوعة، فيها يعني بكل المجالات فيها تبرع وفيها تنجح، وانا مشان هيك بحب اشتغل عليها بزيادة، يعني كثير انسبيريشنال الموضوع. طب يلا ان شاء الله هيك صوتكم يوصل لكل العالم وانا تاخذوا اكثر من الشباب كمان. وانا حبيت اللوحة وهي نص، يعني حاسة ان بعد فترة لما تكون في منزل حد لوحه كهذه كل الناس يكون وراها قصه ان هذه لما النساء كانت اقل اجور او هيك. نحن هيدا اللي عم نجرب ننشره، انه هيدا الستيتمنت، يعني هيدا النص يعني هيدا اللي بندفع عليها، هيدي قيمتها، حنعمل نص الشغل. الله يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك كريستال بشاره الرسامه، شكرا كثير لك. ثانك يو. لأن مشاهدينا انتهت حلقة اليوم، يومكم سعيد وإلى اللقاء، وما تنسوش تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج.